السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل موضوع الديزاين للكومبريشن نمبرز. المحاضرة الماضية تعلمنا من خلال التابلز كولوم لود تابل إنه نطلع نعمل ديزاين تابل ديزاين. فخلينا نشوف مع بعض الخطوات، حطيناهم من 1 لـ6 خطوات عشان نسهل عملية التطبيق. هون introduction بسيطة. trial and error design for compression member for shape not in the column load tables، مش موجودة بجداول ال compression member. a trial and error approach must be used، لازم استخدم التجربة والخطأ. يعني في عندي trials، في عندي محاولات. هاي المحاولات حنشوف انه حختار مقطع وهذا المقطع هعمل له analysis، وبناء على analysis اللي انا بعمله بعتمد هذا المقطع او بروح على trial اللي وراها وهكذا. The general procedure is to assume a shape. فإذا الفكرة في إنه أنا أفترض مقطع، أحط مقطع وبعمل check عليه and then compute its strength. يعني إحنا بالسؤال حيكون موجود عنا BU وبدي مقطع بحيث إنه تكون 5BN أكبر أو تساوي BU. فأنا شو بعمل؟ بعمل assumption، assume section، وهذا السكشن بروح حاسب له 5BN. تمام؟ بعدين بجي بقارن هاي ال 5BN مع ال BU. إذا كانت 5BN أكبر أو تساوي BU بعتمده، كانت لا تنطبق عليها هذا الشرط بروح على التريال الثاني. If the strength is too small unsafe، يعني كانت عندي too small يعني 5BN لهذا المقطع أقل بكثير من الفاكتورد لود فهذا المقطع unsafe، or too large كانت ال 5BN أكبر بكثير من ال BU معناته هذا المقطع الكروس سكشن إله كبير جدا فهو ان ايكونوميكال، يعني انا استخدمت كميه من الماتيريال انا مش بحاجتها. Another trial must be made، لازم اعمل محاوله جديده. لغايه الان حدا عنده سؤال او استفسار؟ طيب a systematic approach to making the trial selection is as follow. حنشوف هسه السيستم او الخطوات اللي احنا حنمشي عليها بعمليه الديزاين. اول خطوه حنعملها حنعمل افتراض لقيمة F critical. بس قبل نعمل افتراض لF critical خلينا نتذكر احنا شو المعادلات اللي معنا عشان نشوف اشمعنا فرضنا قيمة F critical. احنا حكينا لازم تكون phi bn اكبر او تساوي bu. طيب احنا بنحكي compression، phi compression، phi compression، bn هي عبارة عن الF critical مضروب بالاريا جروس اكبر او يساوي bu. طيب انا بدي اختار مقطع، فمعناته انا بدي احدد شو اللي جروس اريا. اريا جروس اكبر او تساوي بي يو على فاي كومبريشن اف كريتيكال. طيب اف كريتيكال اذا احنا متذكرين اف كريتيكال كانت تعتمد هل اللي عندي الاستيك كولوم او ان الاستيك كولوم. فلما كانت الاستيك كانت قيمه الاف كريتيكال 0.877 اف اي، لما كان inelastic كانت قيمته إذا متذكرين 0.658 مرفوع على أس FY على FE مضروبة بقيمة FY. فإذا بلاحظ أنه أنا بهاي المرحلة لما جيت عملت ترتيب لمعادلة الأناليسيس عشان تصير معادلة ديزاين في الأريا جروس required أكبر أو تساوي BU، نقدر نجيب البيو من اللود كومبينيشن. الفاي عندنا 90% بالكومبريشن، صفى انا عندي الاريا جروس مجهوله والاف كريتيكال مجهوله، لانها حتعتمد هل هذا العمود عندي الاستيك بوكلينج او ان الاستيك بوكلينج. واذا متذكرين كان الحد الفاصل بيناتهم قيمه الكي ال على ار لما كنا نقارنها بال 4.71 جذر الاي على اف واي. وانا بمرحله الديزاين برضه الراديوس اوف جايريشن المينيمم انا مش عارفه. اذا بلاحظ عندي مجاهيل كثير وانا بدي اعمل عمليه اختيار للمقطع للاريا جروس بقدر اطلعها بدلاله الاف كريتيكال لانه الاف كريتيكال مجهوله والاف كريتيكال مربوطه بالراديوس اوف جايريشن، وبرضه انا المقطع مش عارفه فما راح اكون عارف قيمه الراديوس اوف جايريشن. وزي ما لاحظنا السلندرنس ريشيو اللي حتحكمني حيكون الاستيك باكلينج او ان الاستيك باكلينج. ومشكله كمان اللي بواجهها انه الاف كريتيكال لها معادلتين، لها معادلتين. لو كانت معادله واحده ممكن اعوض بدلالتها، لكن انا عندي معادلتين. فهاي كانت صعوبة عملية التصميم بالكومبريشن ممبر،
انه انا مش عارف سلوك العمود هل هو إلاستيك او إنيلاستيك بوكلينج، لانها هتعتمد على سلندرنس ريشيو اللي هتعتمد على المينيمم راديوس اوف جيريشن اللي انا ما بقدر اتنبأ فيها بعملية التصميم، ببداية عملية التصميم. فكان الحل بما انه انا بدي اطلع الاريا جروس ريكوير اني اعمل اسيوم، افترض واحدة من القيم. ليش انا في ناس بحكي طب ما ليش ما عملتي اسيوم للاريا جروس وطلعتي الكريتيكال ستريس؟ اول اشي انا بدي اطلع ابعاد المقطع، فبديهي اني انا بدي تكون الاريا جروس بدلالة القيم الثانية. ثاني اشي الاريا جروس ما الها رينج، ما عندي رينج للمساحة، انا ما عندي رينج محصور بين قيمة مينيمم وماكسيمم. لكن لو رجعنا لفيجر 4-8 بنلاحظ انه كان في عندنا بلوت بين اف كريتيكال والسلندرنس ريشيو. اذا بتلاحظوا شو اعلى قيمه للكريتيكال ستريس ممكن يوصلها؟ مين يجاوبني شو اعلى قيمه للكريتيكال ستريس؟ اف واي. بالضبط، يعني انا لاحظ هذا عندي هذا محور اف كريتيكال وهي سلندرنس ريشيو، اعلى قيمه للكيرف هي قيمه اف واي. لما يكون انا في عندي ماكسيمم فاليو لإشي مجهول بقدر أحكي إنه أنا مسموح لي أفترض قيمة لغد لحد ما أوصل للإف واي، بمعنى بما إنه إف كريتيكال أنون، بما إنه أنا ربطت الأريا جروس بإف كريتيكال، أنا بعرف إنه إف كريتيكال ماكسيمم بتساوي إف واي. فمعناته إذا أنا يعني بقدر أفترض إنه بعمل أسيوم لإف كريتيكال بحيث إنها تكون نسبة من إف واي. واعلى قيمه ممكن اخذها لهذا الاسامبشن انه احكي انه اف كريتيكال بتساوي الاكزاكت اف واي. نعيد، احنا بعمليه الديزاين كتبنا معادله ال ار اف دي، فاي بي ان اكبر او تساوي بي يو، البي يو فاكتورد لود بجيبها من اللود كومبينيشن، اذا عندي ديد لود، لايف لود، سنو لود، ويند لود على الكومبينيشن. عوضنا عن الفاي بي ان قيمه البي ان اللي هي الكريتيكال ستريس في الاريا جروس. انا بدي اريا جروس ريكوايرد، شو المساحه المطلوبه للمقطع بحيث يحقق لي معادلة الـ LRFD. عملنا ترتيب للمتباينة، صارت عندي BU على Phi F critical، F Phi constant 90%، الـ BU زي ما حكينا جبناها من اللود كومبينيشن حسب الأحمال السيرفيس المطبقة على العمود لما رحت على الكومبينيشن الموجودة عندي واخترت الأعلى منهم. صفى كمان F critical مجهول زي ما حكينا، الـ F critical تعتمد على Slenderness Ratio اللي ممكن تعطيني Behavior Elastic أو Inelastic، برضو أنا بقدرش اتنبأ بالسلندرنس ريشيو لانها تعتمد شو المقطع اللي انا ماخذه، في عندنا ار اكس وار واي وبدي اختار المينيمم بيناتهم، وكل مقطع له قيمه معينه بيهم بين الار اكس وار واي. فكان الحل الاسلم اني اعمل اسامبشن لاف كريتيكال، علما بانه من المعادلات اللي تعلمناها قبل من الفيجر تعلمناه انه قيمه الاف كريتيكال ماكسيمم بتساوي قيمه الاف واي. طبعا الـ strength of material حيكون حكي لي عندي A36 AA992 شو مكان الجريد الموجود معي، فأنا بقدر أجيب قيمة FY. فالحل الأسلم أو الأبسط أو الأسرع بعملية الديزاين إني أعمل assumption للـ critical buckling stress، assume a value for the critical buckling stress. طبعا examination للـ equation بفرجيني انه theoretically maximum value of F critical is the yield stress، اعلى قيمة للcritical stress هي ال FY. فانا باخذ ratio بحكي يعني F critical بتساوي نسبة معينة، ممكن تاخذها نص، ممكن ناس ياخذها ثلثين، ممكن ناس ياخذها ربع، ممكن ناس ياخذها 35% مثلا FY، ممكن ناس بيحكي لي بدي اخذها من ابلش من الماكسيمم. هاي عشان هيك عندنا الترايلز، هذا اللي بيضطرني انه يصير عندي ترايل انه انا بدي افترض قيمه الكريتيكال ستريس. لغايه الان حدا عنده سؤال؟ لغايه الان حدا عنده سؤال؟ طيب، فاذا بلاحظ خلاص اذا افترضت قيمه اف كريتيكال صارت عندي الاريا جروس ريكوايرد مطلوب من المقطع أكبر أو تساوي البي يو موجودة معي من الفاكتور لود، الفاي كومبريشن موجودة معي، وإف كريتيكال عوضت عنها نسبة من الإف واي. فصفى الأريا جروس ريكوايرد صارت موجودة معنا. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طيب، إحنا نتذكر لما كنا بالكولوم لود تيبل اللي هو ريكوايرد، مين يحكي لي؟
شو استفدت؟ مين يحكي لنا شو استفدنا؟ طيب إذا الخطوة الأولى حكينا إنه إحنا طلعنا الـ Area Gross Required، الخطوة الثانية الخطوة الأولى افترضنا قيمة الـ F Critical كنسبة أو تساوي الـ FY، بعدين طلعنا الـ Area Gross Required، هسا بروح على Select a Shape، على أي أساس Select a Shape؟ من رحنا من جدول إيش؟ Dimensions and Properties. اخترت المقطع that satisfies the area requirement بحيث إنها تكون المساحة أكبر أو تساوي المساحة المطلوبة. هذا المقطع لازم انتبه شو بدي اختار له، شو بدي اطلع له، اطلع له اللهم صل على سيدنا محمد r minimum، بدي اقارن بين rx و ry، واذا في rz برضه بدي اقارن rz حسب المقطع. شو بنعمل هسه؟ صار زي كانه سؤال analysis. هي الخطوة 4 compute f critical، انت عملت لها بالخطوة الاولى assumption، ارجع احسبها شوف هل هي تنطبق مع الassumption اللي انت فرضته ولا لا. فشو بنعمل؟ بنحسب KL على R، يعني في هون هيك في خطوات عشان احسب الـ F critical، بنحسب KL على R maximum يعني عوضنا R minimum، بعدين بحدد بناء على هاي الإكويجن هل هو elastic او inelastic، كانت اقل او تساوي بدي اعوض بالمعادلة الاولى، كانت اكبر بعوض بالمعادلة الثانية، سواء بالمعادلة الاولى والثانية انا بحاجة احسب FE اللي هو اليولر ستريس باي تربيع. بضل انساها معادلة اليولر ستريس باي تربيع اي على كي ال على ار الكل تربيع. بعدين بشوف بحدد هل انا حكينا الاستيك او انيلاستيك، حسبت الاف كريتيكال بحكي الفاي بي ان 0.9 اف كريتيكال اللي انا حسبتها في الاريا جروس، بعدين بجي بقارن هاي مع البي يو، لازم تكون فاي بي ان اكبر او تساوي بي يو. تمام، كان الفرق اكبر بكثير معناته نوت ايكونوميكال، اقل بكثير نوت سيف، اكبر او يساوي بشيء بسيط بعتمد المقطع. تمام، لغايه الان حدا عنده سؤال او استفسار؟ حدا عنده سؤال او استفسار؟ الخطوه الخامسه revise if necessary if the available strength is very close to the required value the next tabulated size can be tried. زي ما حكينا كانت قريبة لكنها أقل، بشوف السايز الأكبر، برضو كمان كانت أكبر بشوف السايز الأصغر. Otherwise ما انطبق هذا الإشي شو بدنا نعمل؟ احنا حكينا trial and error repeat the entire procedure using the value of f critical found for the current trial shape as a value of step 1. مين يحكي شو معنى هاي الجملة المهمة؟ بالضبط، احسنت يا حنان، يعني طلع اسمعي قيمه اف كريتيكال للترايل السابقه والمقطع ما زبط، بختار هاي القيمه هي الترايل الجديده، احسنتي، مش اني بفترض قيمه جديده من اف واي. هاي بالنسبه للخطوه الخامسه، طلع لنا الخطوه السادسه، لغايه الان حدا عنده سؤال او استفسار او مستصعب شيء؟ دائما احنا لاحظوا احنا دائما نتعلم ديزاين اناليسيس بعدين ديزاين، لانه الديزاين هو فقط يعني بتكون ستيب او تو ستيب ستيبس بيكونوا ديزاين، الباقي بيصير كانه سؤال اناليسيس، دائما المقطع بدك تتعامل معه بعد ما تختاره زي كانه سؤال اناليسيس، اخترت مقطع بدك تشيك على هذا المقطع، عملية التشيك قلب كانه سؤال اناليسيس، فإذا لسه في عندكم مشاكل بحساب السترينجث للكولوم حتتغلبوا شوي بديزاين ترايل اند ايرور. حدا عنده سؤال أو استفسار؟ الخطوة الأخيرة إيش هي؟ check for check for ايش؟ لا استابيليتي، لوكال استابيليتي يعني ممكن اخترت مقطع في احتمالية حدوث باكلينج لوكال، احتمالية انه يكون في باكلينج. revise if necessary اذا كان في احتمالية حدوث باكلينج لازم اختار مقطع اخر او اعمل ريدكشن للسترينث واشيك على ريدكشن للسترينث. بس ليش اغلب حالي اختار مقطع في احتماليه حدوث باكلينج والسترينث حتكون ريديوس؟ لا بختار مقطع ثاني. يمكن هون عندنا بالجدول افرجيكم حتى بدون لا انا اشيك، يعني
هو المقطع نفسه معطيني عنده شوي طويل، وكان موجود عندكم بالسلايدات المحاضرة الماضية بس ما حلينا. حلو انكم يعني اذا معكم مجال تجربوا فيه يعني قبل ما نشرحه. حدا عنده سؤال او استفسار؟